اهلا بيكم معانا في ميدليرن في الفاست ميد ريفيو. دلوقتي بنتكلم على الانفستيجيشنز بتاعه الروماتولوجي. في نوعين من الانفستيجيشنز المشهورين، الاوتو انتيبوديز اللي في الروماتولوجي مشهوره جدا بانواعها، والجوينت فلويد اي اسبيريشن واناليسيس. كاوتو انتيبوديز قلنا الانتي نيتيف دي ان اي دي بنلاقيها في كتير قوي في السيستميك لوبس وفيري سنسيتيف للكونديشن. انتي اس ام انتي بوديز دي سبيسيفيك لللوبس، مش مجرد ايه سنسيتيف دي، يعني لما تلاقيها نحلف ان ايه في لوبس. لكن الانتي نيتيف دي ان ايه لو لقيناها ممكن لوبس، ممكن حاجات تانية كتير، لكن عشان احلف الانتي اس ام انتي بوديز، انتي هيستون انتي بوديز قلناها دي في الدراج انديوست ايه لوبس ايه لو تفتكروا. انواع اخرى زي انتي ار ان بي انتي بوديز، الانتي ار ان بي دي في الاوفرلاب سيندروم اللي فيها لوبس وسكليروديرما وبوليمايوسايتس. انتي اس سي ال 70 ده بتاع السكليروديرما من اسمه اهو، اس سي ال سكليروديرما. انتي سنترومير انتي بودي ده بتاع الكريست سيندروم، نحفظ الكلام ده مهم جدا. الكريست سيندروم دي بالحروف سي كالسينوزس، ار رينس فينومينا، اي اسوفيجيال ديسموتيليتي بتتكتب بالاي الاسوفيجاس في عندنا هنا، الاس سيندكتلي اللي هي الصوابع تبقى ملزقه في بعض، التي تيلانجكتيزيا في السكين، دي كريست سيندروم يبقى معاه انتي سنترومير ايه انتي بودي. عندي الانتي اس اس اي والانتي اس اس بي دول في الجوجران سيندروم، اهي الاس وادي الاس اهم عشان نفتكرها، او السكه سيندروم اللي بتبقى دراي اكسكراين جلاندز بتبقى فيها انفلاميشن ودامج زي السليفري جلاند تخلي العيان مش عارف ياكل بسهوله، اللاكريمال جلاند دراي اي، الفاجينا ها الجلاندز فيها تعمل ديسبارونيا. انتي نيوتروفيل انتي بوديز ممكن نلاقيها في مرضين مشهورين، يا اما البولي ارترايتس نودوزا يا اما الويجنر جرانيوماتوزس. الفارق ايه بقى؟ الانتي نيوتروفيل سيتوبلازميك انتي بوديز دي في البولي ارترايتس نودوزا بتبقى بيري نيوكليير باترن حوالين النيوكليوس بس، في الويجنر جرانيوماتوزس بتبقى ايه ها سايكليك باترن، بيبقى ايه في الخليه، لو الخليه كده اهوت وادي النيوكلياي هنا اهوت، البيري نيوكليير باترن بيبقى حوالين النيوكليوس، السايكليك بيبقى ايه في السيتوبلازم ايه سيتوبلازميك باترن واخد سايكليك كده حوالين الايه السيتوبلازم كله الخليه. فدي تفرق ما بين الاثنين، الانتي نيوتروفيل سيتوبلازميك انتي بوديز في ال في دي بتبقى فيها جرانيولوميتس انفلتريشن الحقيقه هذا المرض الويجنر جرانيوماتوزيس في النوز واللنج والكيدني، يعني اي كونديشن ضربه الثلاثه دول لازم نفكر في الويجنر ايه جرانيولوماتوز اللي بيبقى فيه انتي نيوتروفيل سيتوبلازميك انتي بوديز بس السي باترن ده. الجوينت فلويد اسبيريشن اتفقنا ده مهم جدا، شوف ده النورمال جوينت بيبقى ترانسبيرنت كلير هاي فيسكوستي عشان فيه هيالورونيك اسيد بكميه كبيره بتعمل فيسكوستي عاليه، الوايت بيسيز تبقى اقل من 200 النمبرز بتاعتها، البوليمورف نيوكليير ليوكوسايتس تبقى اقل من 25% بنقارنها بانفلاميشن او سيبتيك كونديشن هتلاقيه عالي قوي البوليمورفز. الجلوكوز بيبقى في النورمال متساوي مع السيرم زيه بالفاسيليتيتد اي ديفيوجن ده النورمال. طب الابنورمال ايه بقى؟ عندي الانفلاماتوري ارثرايتس زي مثلا في الكولاجين ديزيز في التي بي فايرال فانجل كريستال انديوست بالجاوت والسودو جاوت الى اخره، دي بتبقى مشهور معاها ايه لو فيسكوستي لان في الانفلاميشن بيطلع هايالورونيديز انزيم بيكسر الهايالورونيك اسيد اللي مسؤول على الفيسكوستي فتلاقي الفيسكوستي قليله ها خفيف. هاي توتال وايد بيسيز بالنسبه للنورمال تلاقيه عالي، والبوليمورفز بقى مش اقل من 25 اكتر من 50%. الجلوكوز غالبا بيبقى واطي شويه، ليه؟ لانه بيستهلك بالانفلاماتوري اي سيلز، وادي سولار روماتويد الاسبيريت بتاعها والجاوت اهو. يبقى الانفلاماتوري ارثرايتس تبقى لو فيسكوستي والبوليمورفز اكتر من 50% والجلوكوز ايه واطي من الايه الاستهلاك. النون انفلاماتوري ارثرايتس زي الاوستيو ارثرايتس والروماتيك فيفر دي حاجات ما هياش ايه انفلاميشن في الجوينت، ها دي بتبقى ايه نيرلي نورمال الحقيقه الساينوفيال فلويد اسبيريت بتاعتهم ها with probably mild increase في الوايت بيسيز. ده يفسر ليه بنقول ساعات في mild inflammatory element ممكن نلاقيه في الاوسيو ارثرايتس بيجستيفاي استخدام النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري احيانا.
اللي بعد كده عندي السيبتك ارثرايتس. السيبتك ارثرايتس دي موضوع خطير ويضيع الجوينت، لو شكيت فيه مش هستنى تحليلات، لازم ابدا علاج بانتيبيوتيك على طول. ده بسبب بكتيريا الانفكشن طبعا، صديد سيبتك باس لونه يلو. الوايت بيسيز طبعا يعني حدث ولا حرج بالهبل، يعني انفكشن رهيب وصديد وايت بيسيز عاليه جدا، واكثر من 75% بوليمورف نيوكليير ليوكوسايتس، يعني في النورمال اقل من 25%. الانفلاماتوري كونديشن اللي شفناها روماتويد الجاوت الحاجات الاخرى كانت 50%، ها فما فوق، لكن ده اكتر من 75% سيبتك ارثرايت وفيري لو جلوكوز، لان البكتيريا بقى ايه بناهم بقى، مش مجرد انفلاماتوري سيلز وبس اللي بتاكل، وبكتيريا كمان شغاله اكل في الجلوكوز، يقوم يقل الجلوكوز ايه ليفل في الساينوفيال ايه فلويد. يبقى يوم ما الاقيه صديد اللون وايت بيسيز عاليه وبوليمورف اكتر من 50% والجلوكوز فيري لو، ها افكر على طول ايه في السيبتك ايه ارثرايتس. وقلنا لو شاكك فيها كلينيكالي ابدا العلاج ما استناش اي حاجه. الهيموراجيك بقى والنتيجه نتيجه تروما تيومرز كواجيولوبزم هيموفيلياز، الاطفال دول كان بيجي لهم بليد جوه المفاصل، دي طبعا لونه احمر واضح الايه الجوينت فلويد اسبيريت والار بي سيز كونتنت ايه بيبقى عالي قوي ايه فيها. وبكده بنبقى خلصنا الموضوع الروماتولوجي انفستيجيشنز، والى اللقاء ان شاء الله مع موضوعات اخرى باذن الله. شكرا.